لصبت الرسول بكربلاء حيار نجيبه قالهم ش اسمها القاع يا ليوثي الحري قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلائق شط الفرا معنى نواو العقور يا سيد السادة قالهم قلب من الوجد يسعر له بالله ش اسمها غير هادي يا صنا قالوا طفوفو كربلاء يا ابني الأمة نزلوا ترى غير هذه الأرض ماري وقولوا لزينب تستعد لها المصيب إن كان هذه كربلاء بشرب بلا نزلوا ترى لاحت على مات المن لازم بجانب هالأرض نبقى ضح واجسادنا تبقى على الغبرة تريبة كم شاب ما يهنى بشباب بيض اللمع كل نبع راها انضل عرا يا ولا النقبو هذي مصايبنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيبة لثائر برعيد صاحبي صلاة عبا قل البيت خلى يا خو يا ويرفع الراس لفعل فعل للحشور بيتتحدث النار وانا على اسمي خوك جيد من الحريبة قال لي ابو فاضل انا ما هاجت احزاني لجل ذبحت ذبحت رجالي حزني ابو فاضل لجل ضيعت ضيعت عياه وش حال زينب لو بقت من غير